السلام عليكم زميلاتي وزملائي الأعزاء، شكرا لمنذر على المقدمة. أنت اختصرت وقلت حاجات كثيرة من القصص الشيقة اللي هي في اللي ممكن تحصل للمرضى في المستشفيات. بحضرتي النهاردة عن البيشن سيفتي. كلنا كهيلث كير وركر بنشتغل هارد علشان نشفي المريض ونعالجه ونقدم له الخدمة المطلوبة، لكن اثناء شغلنا بيحصل دايما او متكرر الميديكال ايرور. الميديكال ايرور ده يا اما بيبقى ممكن نير ميس بيتلحق في اخر لحظه، يا اما بيبقى يودي بحياه المريض بعد كده. عشان كده البيشنت سيفتي بتبقى هي البرايورتي بتاعتنا، واي حاجه تانية تيجي بعدين. في امثله قدامنا، ده مريض اتحجز في المستشفى وكان هيتعمل له عمليه بسبب اخذ ريبورت بتاع مريض تاني، وكانت عمل بايوبسي واتقال له ان انت عندك كانسر، فكان داخل العمليات وفي اخر لحظه قبل العمليات اكتشفوا ان التقرير اللي اخده ما كانش بتاع مريض تاني وهيخرج من المستشفى. وده مريض اخذ لونج ميديكيشن، كان محبوس في المستشفى بيصبط الضغط والسكر بتوعه، فبرضه اخذ دواء غلط فاتحجز فتره زياده لتثبيت العيال. وده مريض رجليه اتكسرت، كان في الفيزيوثيرابي ووقع واتكسرت رجليه وهو كان داخل بحاجة بسيطة جدا. وده تاني مريضة البلاد شوجر بتاعها نزل بدرجة كبيرة قوي، كان أقل من 40، وما تبلغش للقسم أو للدكتور المعالج إن السكر بتاعها نزل، فدخلت في هايبوجلايسيميك كوما ولسه بتتعالج. وده مريض تاني كان داخل يعمل عملية عادية جدا وجاله سيبسيز وانفكشن في الدم ولسه بيتعالج وبياخد مضادات حيويه وعنده مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا مش بتتعالج. وده مريض نسيوا البطنه، نسيوا الفوطه في بطنه بعد ما قفلوا، وبعد كده حصل له مضاعفات، فلما فحصوا المريض تاني اكتشفوا ان في فوطه اتنست جوه ورجعوا فتحوا المريض تاني عشان يعملوا له عمليه. كل دي اخطاء بتحصل في جميع انحاء العالم وفي كل المستشفيات، المستشفيات الكبيره والصغيره. لكن المنظمات العالمية اللي هي المهتمة بصحة الناس بدأت تهتم بالموضوع ده، ودي استادي اتنشرت في 2024 بيقولوا إن في أكتر إحصائية عالمية أكتر من 400 ألف مريض كل سنة بيقعد الهوسبيتال ستاي بتاعته بتطول بسبب الميديكال ايرور، وفي أكتر من 200 ألف ممكن بيموتوا بسبب الأخطاء الطبية. وده طبعا بيبقى بجانب الشق النفسي والمرض اللي بيصيب المريض، بيبقى فيه طبعا كوست كتير على المريض وعلى الدواء. علشان كده المنظمات العالمية زي الـ WHO والمهتمين بصحة المرضى في 2004 عملوا لونش للبيشنت سيفتي، وبدأوا يعملوا حاجة اسمها البيشنت سيفتي بروجرام. على فكرة الورلد بيشنت سيفتي معمول في 17 سبتمبر. طيب الاي بي اس اس جي اللي هي الانترناشونال بيشنت سيفتي جول، اختاروا 6 حاجات. ال6 حاجات دول لو اتطبقوا حرفيا بكل التفاصيل بتاعتهم ممكن بنقفل الجاب بتاع اي ميديكال ايرور ممكن يحصل جوه المستشفيات. ايه هم ال6 محاور دول؟ نمره 1 ايدنتيفاي البيشنت كوركتلي، امبروف الستاف كوميونيكيشن بينهم وبين بعض، والميديكيشن سيفتي والسيرجيكال سيفتي والبريفنشن اوف هوسبيتال اكوايرد انفكشن وريديوس ذا ريسك اوف فول للمرضى. المرجع بتاعنا في تحضير الكلام ده الكتاب الكبير قوي بتاع الجي سي اي، في ستاندر كتيره لليفل كتيره لحاجات كتيره جوه المستشفيات. انا اخترت الجزء بتاع الانترناشونال بيشنت سيفتي جول ده بس اللي هتكلم عنه. في تطبيقنا للسيفتي وازاي بنتعلمها، في قاعده لذيذه قوي اللي هي نوينج دوينج جاب. انا بيبقى في عندي جاب، الجاب دي هي اللي عملت الايرور، هي اللي عملت المشاكل والمضاعفات اللي حصلت للمرض. بعرف ايه المشكله وبعرف ايه حلها وبعدين ببتدي اطبقها، فبكده بقفل الجاب اللي ممكن تحصل. عامة في أي مكان الناس اتعودت إن لما حد بيغلط غلطة الكل بيبتدي أصابع الاتهام تتوجه ناحية الشخص ده، وكله بيلام وبيلام وبيتعاقب وممكن يتفصل من شغله أو ياخد جزء. لكن الصح إن لما بتحصل مشكلة لازم نعمل لها روت كوز أناليسيز، نشوف فين سبب المشكلة ونعمل السيستم بحيث إنه يمنع الخطأ أو يلحق الخطأ قبل ما يتعمل. فتغيير السيستم هو الحل مش تغيير شخص، لأن تغيير شخص هيخلي نفس المشكلة هترجع تاني. ترجمة
ايه الكوركتيف اكشن لما المفروض بيحصل اي غلطه؟ المفروض يبقى فيه في اي مكان وبالذات في المستشفيات يبقى فيه كالتشر اوف سيفتي ريبورتنج، كل واحد يبقى عارف انه لو عمل غلطه هيبقى في امان يلحق يبلغ عنها بسرعه، ممكن نتداركها، ممكن تبقى نير ميس ما تبقاش اوريدي هارم حصل للمريض، وبنعمل ايدنتيفيكيشن للايرور اللي حصل ده ونشوف ايه الاكشن اللي حصل عشان نكوركت دون، ونعمل كمان روت كوز اناليسيس. ممكن يكون الروت كوز اناليسيس للخطا اللي حصل ده يمس السيستم او يمس الهيومن، بيتظبط وبنعرف فين الجاب وبنقفل الجاب. ده بيعمل لنا سيستم امبروفمنت عشان يمنع ان يحصل الايرور ان ذا فيوتشر، وده بيعقبه ليرنينج واديوكيشن لكل الاستاف علشان ناب سكيل المهارات بتاعتهم. مهم جدا الليرنينج والتريننج في كل الهيلث كير فاسيلتي بتبقى كونتينيوس وتبقى مستمره، ما هياش مره واحده، مش كل واحد معاه ترخيص انه دكتور او واحده معاها ترخيص انها ممرضه خلاص وبنقفل على كده، لازم يبقى فيه كونتينيوس اديوكيشن وكونتينيوس ليرنينج. الفرق بقى بين الليرنينج والتريننج هنا، يعني مثلا على سبيل المثال لو في حد عمل خطأ بخصوص البيشن ايدنتيفيكيشن، التعرف على المريض ما كانش سليم، طب انا هعرفها البروسيس، ما ممكن هتغلط تاني، لكن لما تتعلم ايه عواقب الكلام ده وازاي نتداركها واهميه انها تبلغ عنها غير ان انا بعرفها البروسيس نفسها. البيشن سيفتي جول بنتكلم عنهم اللي هم 6 محاور، اول واحده اللي هي البيشن ايدنتيفيكيشن والامبروف الافكتيف كوميونيكيشن والامبروف السيفتي اوف هاي الارت ميديكيشن، انشور الكوركت سايت اند كوركت بروسيجر اند كوركت بيشنت سيرجري، وريديوس ذا ريسك اوف هوسبيتال اكوايرد انفكشن، وريديوس ذا ريسك اوف فول انسايد. اول واحد هتكلم عنه اللي هو البيشنت ايدنتيفيكيشن، اول ستاندرد بيقول لنا ان لازم نعمل ايدنتيفاي ذا بيشنت كوركتلي، ازاي ذا هوسبيتال develop and implement a process to improve the accuracy of patient identification. ليه؟ لأن wrong patient بيكون ليه توابع سيئة جدا، والايدنتيفيكيشن بتاع البيشن بيقوم على محوريين رئيسيين. أول حاجة بنidentify البيشن، يعني نقول أنت أحمد محمد، والحاجة التانية لازم identify الحاجة اللي هتتعمل له، هاخد منه عينة دم، هديله دم، هديله علاج، هيتعمل له عملية، يبقى الايدنتيفيكيشن بيقوم على محوريين أساسيين، التعرف على البيشن والتعرف على السيرفيس او الحاجه اللي هتتعمل للبيشن. ازاي بنعمل بقى ايدنتيفاي البيشن كوركتلي؟ الاول هقول هو ليه مهم، مهم جدا لان بنافويد بيه حاجات كتيره، اللي من اهمها الافويد الدوبليكيت ريكورد. ممكن البيشن لو بيدخل مستشفى ولو الميديكال ريكورد بتاعته ولو الفايل بتاعه، جه مره تانية يدخل المستشفى ما عرفوش يفتحوا الفايل الاولاني بتاعه، فعلى طول بتاع الريسبشن عمل له فايل جديد، فكده البيشن ده بقى عنده دوبليكت ريكورد. ممكن الريكورد الاولاني فيه حاجات عن التاريخ المرضي بتاعه، عن عنده الرجي من حاجه، عنده اي مشكله فيه في الريكورد الثاني اللي اتفتح له ما فيهوش الكلام ده، فيجي المانجمنت بتاع البيشن هيحصل فيه مشاكل كتيره لان الهيستوري بتاع المريض مش واضح. وبرده بنمنع ان ممكن حد ينتحل شخصيه ثانيه، ممكن يخش يعمل اي حاجه بداله. وبنتجنب برضو ان الاخطاء اللي بتحصل في ان واحد ياخد تقرير طبي مش بتاعه، او انه ياخد نقل دم غلط، ممكن يبقى 2 محجوزين في نفس المكان والاتنين نفس فصيله الدم، ويجي كيسين الدم وياخد بالغلط، ممكن ياخد دواء غلط وبتحصل كتير، ممكن يتعمل له عمليه مش بتاعته، يدخل يعمل عمليه يتعمل له عمليه تانيه. ممكن بتحصل حتى برضو في مستشفيات الولاده ان ممكن يدوا البيبي الام غلط، او يدوا البريست ميلك في الاطفال المحجوزين في الحضانات، يدوا الميلك فورمولا اللي هي المصنعه يدوها للبيبي والتاني يدوا له اللي هو بتاع الام، ده برضو بيعمل مشكله بسبب الانكوركت بيشنت ايدنتيفيكيشن. يبقى هنحلها ازاي؟ لازم يبقى في ستاندر للبيشنت ايدنتيفيكيشن. الجي سي اي قال لنا ان الستاندر بتاع البيشنت ايدنتيفيكيشن لازم يبقى التعرف على المريض بحاجتين على الاقل، مش اقل من حاجتين، لان الاسامي ممكن في ناس بتبقى لحد الاسم الرباعي الاسم هو هو نفس الاسم. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه الفول نيم زائد الديت اوف بيرث. امتى بستعمل الفول نيم زائد الديت اوف بيرث؟ ده في حالات الفيربال كوميونيكيشن، يعني مريض راح في غرفه سحب العينات مثلا بيتسحب له دم، فاللي بيسحب العينه لازم يكونفيرم مش بالاسم بس، لازم بيسالوا اسمك ايه وتاريخ ميلادك ايه. حصلت عندنا 2 مرضى كانوا بالصدفه ورا بعض،
وكان الفرق بينهم اللي هو واحد كان في العشرينات وواحد كان في الاربعينات، والاسم الثلاثي كان هو، وحصل غلطه في الليبلنج بتاعت العينه الدم، وكانت النتيجه ان واحد دخل المستشفى واتحجز وكان هياخد نقل دم، بس قبل الدكتور ما جه ويبص عليه لا قدامه واحد هيلسي مش واحد انيميك، فطلب اعاده صوره الدم تاني فطلع هيموجلوبينه 14، كان اول مره طالع 5. دي احد الاخطاء الشائعه يعني. الطريقه الثانيه لو كان البيشنت محجوز بنعمل الايدنتيفيكيشن بالفول نيم زائد اليونيك ايدنتيفاير فور ذا بيشنت ميديكال ريكورد، اللي هو الهوسبيتال اي دي بتاعه، في رقم الرقم ده بيبقى يونيك، هو رقم واحد ما بيبقاش لمرضى تانيين. ما ينفعش الموبايل نمبر بتاع المريض او رقم الغرفه او اللوكيشن بتاعه يكون بيستعمل في الايدنتيفيكيشن، لان دي حاجات بتتغير. امتى بقى بنعمل البيشنت ايدنتيفيكيشن؟ مهم بيتعمل قبل حاجات كتيره جدا، وده هيجنبنا اخطاء ونير مس ممكن تحصل. قبل ما اعمل له اي دايجنوستيك بروسيجر، المريض ده اسحب له عينه دم، اخد عينه الدم عشان بنعمل له كروس ماتشنج عشان هياخد نقل دم، بيتعمل له بناخد منه بايوبسي، اي حاجه فحوصات هتتعمل له لازم بنعمل فول ايدنتيفيكيشن، زي ما قلنا اتليست تو ايدنتيفاير بنستعمل. وقبل ما بياخد علاج وقبل ما بياخد الاكل، لان ممكن برضو الاكل اللي معمول لمريض الكلى غير للدايبيتيك بيشن غير الهايبرتنسيف، فبرضه لازم بيتعرفوا عليه. قبل ما بندي برضه الفورمولا بتاعت الملك للاطفال في الحضانات، قبل ما بياخد نقل الدم. ومهم جدا البيشن ايدنتيفيكيشن ان احنا بنعمل ليبلنج للسبيسمنت اللي اتاخد من المريض، سواء عين الدم او بايوبسي، دي مهمه جدا 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 انها بتتعمل في وجود المريض قبل ما يسيب المكان عشان ما يحصلش رهبطه. في حالات بيبقى مش قادرين نعرف اسم المريض، لو في حادثه مثلا حصله او مريض جاي في كوما او في حادثه ما هوش حد ومعهوش الاي دي بتاعته، فساعتها بنديله بدل اسمه بنقول كوماتوز دو 1 او كوماتوز دو 2 او انون 1 انون 2، وبياخد معاها الهوسبيتال نمبر اللي هو اليونيك ايدنتيفاير للبيشن ميديكال. في حاله الحضانات او البيبي اللي لسه مولود لسه الاب والام ما ادالوش اسم، فبنسميه بيبي اوف وبنحط اسم المذر، ولو مع الهوسبيتال اي دي اللي هو بيبقى بتاع البيبي مش بتاع الام. وبرده او لو كانت توينز بنقول بيبي اوف وتي 1 او تي 2 مع برده الهوسبيتال اي دي. في كمان حاجه جديده اللي هي البايومتريك ايدنتيفيكيشن، ممكن برده بنتعرف على المريض ببصمه الصباع او بالوش او بالعين. كده خلصنا البيشن ايدنتيفيكيشن. لما بنعمل افكتيف امبلمنتيشن للبروسيس بتاعت البيشن ايدنتيفيكيشن دي، المفروض ما يحصلش اي ميس ماتش او اي لخبطه في ان العيان يتعمل له حاجه غلط او ياخد تقرير او ياخد دواء غلط مش بتاعه. تاني ستاندر بنمبروف الافكتيف كوميونيكيشن في المستشفى. ناس كتير بتشتغل دكاتره ورئيس قسم ومدير المستشفى وتمريض وعاملين وكله، في كوميونيكيشن بين الناس دي طول الوقت. الكوميونيكيشن اللي تمس المريض بتبقى مكتوبه في الميديكال ريبورت، في مطلوب له علاج مطلوب له انفستيجيشن، بتبقى حاجات مكتوبه، لكن احيانا بيبقى في حاجات فيربال بتتقال بالبق فيربال او بتبقى عن طريق التليفون. طب ما هو ممكن الحاجات دي تحصل منها مشكله. عشان كده الامبروف الافكتيف كوميونيكيشن بيتطلب مننا ان الهوسبيتال ديفلوب اند امبلمنت ا بروسيس تو امبروف الافكتيفنس اوف فيربال اور تليفونيك كوميونيكيشن امونج الكير جيفر. وفي حاجه كمان، الهوسبيتال برضه ديفلوب اند امبلمنت ا بروسيس فور ريبورتنج الكريتيكال ريزلت بتاعت الدايجنوستيك تيست. التحاليل طالع النتيجه دي كريتيكال فبتتبلغ بالتليفون، ما بنستناش لما بنطبع تقرير. طب بنبلغها ازاي؟ لازم يبقى عندي في ستاندرد بروسيس. برضه الهوسبيتال ديفلوب اند امبلمنت بروسيس فور الهاند اوفر كوميونيكيشن. هنشوف الكلام ده ازاي. اول حاجه ايه هي الفاكتور اللي ممكن تأفكت الكوميونيكيشن بالذات الفيربال كوميونيكيشن؟ ممكن الديفرنت اكس، اللهجه بتاعه المريض بتاعه اللي بيقول الكلام. لو ناس بتشتغل في من ناشوناليتي مختلفه في مكان واحد، ممكن كل واحد بينطق الحاجه بشكل مختلف، او ممكن يكون في باك جراوند نويز، في دوشه مش سامع الحاجه كويس، او ممكن سيميلر دراج نيم، حد يقول دواء واسم تاني يتلخبط يسمعوا حاجه تانيه، او كلمات متشابهه، يعني مثلا يجي يقول له 50 شبه 15 في التليفون هيسمعها الاثنين زي بعض. ففي كل الفاكتور دي بتأفكت الفيربال او التليفونيك كوميونيكيشن. ازاي اتجنب ان الحاجات تتأثر على الكوميونيكيشن ويوصل الكوميونيكيشن سليم؟ الجي سي اي بيقولوا لنا ان الافكتيف كوميونيكيشن في الهوسبيتال لازم تبقى ليها مواصفات معينه، تبقى تايملي في وقتها،
وتبقى اكوريت وتبقى كومبليت وتبقى واضحه مفهومه بالطرف الثاني، يعني ما ينفعش حد يقول لحد حاجه هو مش فاهمها، وتبقى دايما معقوبه بالريد باك. الريد باك يعني ايه؟ يعني لما ابلغ حد حاجه اقول له كذا كذا كذا، اخليه يعيد الكلام عشان اسمعه واتاكد ان هو سمع اللي انا قلته صح. حتى في لعبه بيلعبها الشباب اللي هو واحد يقول كلمه في اول الصف في اخر الصف بتوصل كلمه ثانيه. والكلام ده اي اورال او فيربال كوميونيكيشن او كلينيكال كوميونيكيشن، بعد ما بتتاخد الطرف الثاني لازم بيدوكمنت عنده، بيكتبها وتبقى واضحه علشان كده ده كدليل له. لازم بنعمل اوديت عشان نشوف الناس اللي في المكان ملتزمين بالكلام ده ولا لا، ونعمل برضو انيوال ريفيو للايرور اللي حصلت بسبب الان افكتيف كوميونيكيشن. ودايما نفتكر ان الافكتيف كوميونيكيشن بتقلل الريسك بتاعت الايرور، لكن البور كوميونيكيشن بتخلي الايرور الريسك بتاعه او نسبه حدوثه عاليه شويه. هي بقى الاستراتيجي تو امبروف الفيربال بيشنت كير اوردر. في دكتور بيقول الدكتور مساعد بتاعه بالتليفون مثلا بيديله ميديكال اوردر، او دكتور بيدي الممرضه ميديكال اوردر عشان تنفذه، لازم يبقى في شروط معينه. اول حاجه الفورماليتي بتاعه الريبورتنج، ما يبقاش كاننا بنحكي مع بعض، يبقى لازم الموضوع ليه فورماليتي معينه. وبنخلي الفيربال اوردر ده ليميتد لسيتويشن معينه، مش في كل حاجه تبقى فيربال. يعني ايه؟ يعني في الطوارئ، في الطوارئ مش هنلحق، مش هنستنى لما لسه هنكتب. ففي حالات الطوارئ مسموح بالفيربال اوردر. في حاله لو كان البريسكرايبر مش موجود، في دكتور على التليفون وبيملي دواء، فساعتها ممكن ناكسبت الفيربال كوميونيكيشن. او صعب ان احنا نجيب ورقه وقلم ونكتب او ندخل على الكمبيوتر، زي في حالات الاسترال كونديشن زي في غرفه العمليات مثلا. والفيربال اوردر ممنوع لو كان اللي هيدي الاوردر ده موجود وفي امكانيه ان احنا نكتبه او نسجله على الاربع. نيجي للتاني نقطة اللي هي الكريتيكال ريزلت. كل معمل لازم بيبقى عنده فيه لستة بتاعت التحاليل اللي هو بيعملها، وفي نورمال رينج للتحاليل دي للنتائج بتاعتها. الكريتيكال ريزلت هي الابنورمال ريزلت اللي هي لو ما تلحقتش في ساعتها تبقى هتشكل هارم كبير للعيان، زي مثلا لو عيان انيميك قوي، لو عيان البلاد شوجر بتاعه اقل من 40 او اكتر من 400، ممكن يدخل في هايبو جلايسيميك وهايبو جلايسيميك فوق. مش هنستنى لما التقرير يطبع والمريض يوديه للطبيب او الطبيب يفتح الميديكال ريكورد بتاعت العيان. فالكريتيكال ريزلت لازم بتتبلغ، الاستاندر بيقول انها تتبلغ في ساعتها في خلال دقائق للكير جدا. بنعمل ايه؟ الاستاندر المفروض اللي بيتعمل هنا ده عندنا اللاب ده الفني، طلع عنده نتيجة كريتيكال، من ناحيته هو بيفيريفاي ان النتيجة صح وكل شيء تمام، وبعد كده بيعمل immediate notification للهيلث كير وركر المسؤول عن الكلام. اما بيبلغ يقول مثلا البلاد شوجر بتاع المريض ده 39، لازم بيسمع الريد باك من الناحية التانية. لما هو بيبلغ التبليغ بيبقى بيشمل ايه؟ بيشمل البيشنت اي دي والبيشنت فول نيم واسم التحليل اللي اتعمل التست نيم، وبيكتب هو بلغها لمين، وبيكتب بالرينج اللي طلع، وبيكتب ان هو كونفيرم الريد باك، وبيحط التاريخ والساعه هو بلغ الساعه كام. على الناحيه الثانيه اللي بتسمع بيبقى عندها في ريجستر اللي هو بتاع الكريتيكال ريزلت دوكيومنتيشن، بتسمع منه وبتريد باك بتقول له انها سمعت ايه، وهي بتكتب الكلام ده وبتكتب كل التفاصيل اللي قالها، وفي دقائق بتكون مكلمه التريتنج فيزيشن عشان يقول لها هتعمل ايه. وبعد كده بتاخد هارد كوبي من على السيستم وتحطها في البيشنت فايل. طيب ايه بقى الاستراتيجي اللي المفروض تتعمل في المستشفى عشان تمبروف الكريتيكال ريزلت ريبورتنج؟ اول حاجه كل مستشفى لازم يبقى فيه عندهم الكريتيكال ريزلت ليست. دي مش ريليتد لللاب بس، دي ريليتد برضه للاشعه او لاي سيرفيس بتطلع نتائج. النتائج الكريتيكال لازم رئيس القسم بتاع الديبارتمنت دون يكون محددها وعامل بيها لسته مجهزه، والليسته دي تكون ابروفد بالميديكال دايركتور بتاعه المستشفى وموجوده في الديبارتمنت وموجوده في المكان اللي بيعمل الخدمه دي وموجوده في الان بيشنت كمان. الكريتيكال ريزلت لازم يكون لها بوليسي، والبوليسي دي بتقول
مين اللي مسؤول عن التبليغ ومين المسؤول انه بيتبلغ، ويبقى في ارقام التليفونات واضحه جدا. يعني مثلا في المختبر عنده ارقام التليفونات بتاع كريتيكال ريزلت بتاعت الطوارئ، الكريتيكال ريزلت بتاعت الانبيشن، الكريتيكال ريزلت لو كان حد في العمليات، عشان بيتصل حد يرد عليه على طول ويقدر يبلغ النتيجه. برضو الكريتيكال ريزلت دوكيومنتيشن مع الريد باك، بيبقى فيه ده ريجستر تاني موجود في المختبر وموجود في المكان اللي هو اتكلم اتصل عليه، بيكتب فيه ان هو اتبلغ الساعه كام بالنتيجه الفلانيه، عشان لما بتحصل اي مضاعفات ساعتها بيراجعوا الكلام ده وبيشوفوا الخطا او الجاب كانت في انهي حته، هل في تبليغ المختبر ولا الطرف الثاني ما خدش الموضوع بجديه او ما عملش دوكيومنتيشن او ما بلغش. لما الستيبس دي كلها بتتعمل كل واحد بيحس بمسؤوليته وبخطوره الموضوع، وبيبقى فيه كومبلاينس شديد جدا. لازم بيبقى فيه برضه ريجولار اوديت في المستشفى وفي المختبر وفي الاشعه، يشوف كام كريتيكال ريزلت طلعت بيراجعوها من على السيستم، وبيشوفوا كم منها اتبلغ واللي ما اتبلغش قد ايه، واللي ما اتبلغش ما اتبلغش ليه. برضه من الحاجات اللي ممكن بتبقى بتتعمل بفيربال اوردر، عايزين تحليل ايرجنت دلوقتي. التحليل اللي بتتبعت المختبر بيبقى ليها تايم اللي هو اللي اسمه التات التيرنال راوند تايم، لكن في حاله الطوارئ بيبقى في حاجه اسمها استات اللي هو الارجنت، يعني بتبقى تقريبا في حدود ساعه النتيجه بتكون جاهزه. كل مستشفى لازم يبقى عندهم لسته بالحاجات اللي هي تطلب كريتيكال، ما هياش مفتوحه لكل حاجه تبقى سوري، بالحاجات اللي هي تطلب ارجنت، مش مفتوحه لكل التحاليل تبقى ارجنت الا في بعض الحالات الخاصه. يعني ممكن الدكتور بيقول انا عايز ده ارجنت دلوقتي للسبب ده، وبيبقى في الليسته دي مكتوب اسم التحاليل اللي هي ممكن تطلب على ايرجنت بيزس، ومكتوب التيرن اراوند تايم بتاعها. ممكن الطبيب بيتصل على المعمل ويقول لهم انا عايز التحليل ده ايرجنت، في المعمل بياخد منه الاوردر ده فيربال وبيريد باك معاه يقول له انت طلبت كذا كذا كذا، وبيبتدي يدخله على السيستم ويبتدي يشتغل اول العينه ما توصله. واول ما بيخلص التحليل لازم بيبقى immediate reporting للريزلت في خلال الستات تايم. وبرضه بنعمل اوديت للكومبلاينس بتاع الستاندرد. اخر حاجه في الستاندرد بتاع الكوميونيكيشن الهاند اوفر، المريض ممكن يبقى في العمليات وبعد كده بيروح الاي سي يو، او المريض في الطوارئ وداخل الانبيشن، او مريض من الانبيشن هيتحول لمستشفى تانيه. لازم في كوميونيكيشن بين الاماكن دي ليها علاقه بالمريض وبحالته واللي هتعمل له ايه، ده بيتسمى الهاند اوفر كوميونيكيشن. لو الهاند اوفر كوميونيكيشن وقع او ما اتعملش كفايه ممكن المريض يحصل له اي مشاكل في النص، فلازم كل مستشفى تتاكد ان الهاند اوفر كوميونيكيشن بين الديبارتمنت وبعضها وبين المستشفى واي مستشفى بره بيتم بالصوره السليمه. الهاند اوفر كوميونيكيشن لازم بيبقى له فورم معينه تتملي، وتكون المستشفى محدده ايه الكونتنت اللي لازم تكون موجوده. التفاصيل مش لازم تتكتب في الميديكال ريكورد بتاعه المريض، يكفي ان يتكتب في الميديكال ريكورد بتاع المريض ان الهاند اوفر تم بواسطه فلان وإلى فلان، وبيحط التاريخ والساعة وبيمضي إن الهاند أوفر خلص. كده خلصنا اتنين ستاندر، هنيجي على الستاندر الثالث اللي هو السيف اوف هاي اليرت ميديكيشن، اللي هو زي منذر ما كان حكى في الأول إن في مريضة أخذت حاجة انتراسباينال وعملت لها بارابليجي. الستاندر ده بيشمل 3 محاور. أول حاجة لازم الهوسبيتال develop and implement a process to improve the safety of high alert medication with safety of look alike sound alike medication اللي هي الأدوية المتشابهة وال safe use of concentrated chloride. نعمل ده ازاي؟ اي دواء بيتاخد بالغلط هيعمل ايرور، لكن ال high alert medication دي لو اتاخد غلط بتعمل significant error ممكن تؤدي بحياة المريض. ده مثال في دواء اسمه الفينكريستين، ده بيستخدم في علاج الكانسر، المفروض ده بيبقى موجود في سرنج ممكن وبيتاخد انترافينس. لو بالغلط اتاخد انتراسيكال زي الادويه اللي بتتاخد انتراسيكال زي الميزوتريكسات، ده بيعمل انكيفالوباسي وكوما وممكن يؤدي الى ديس كمان. رغم ان الدواء ده خطير وبيتعمل له ليبلنج وبيتعمل له اويرنس، لكن مازال لسه الاخطاء اللي بتحصل نتيجه حقنه بالغلط ما زالت لسه موجوده. برضو ممرضه داخله العنبر وهتدي بيشن الانسولين وغلطت في جرعه الانسولين، فكان النتيجه ان المريض ممكن يديله سيفير هايبوجلايسيميا. طيب عشان كده
الانستيتيوت اوف سيف ميديكيشن اند براكتس عملوا لستة بالادويه اللي هي شديده الخطوره اللي وسموها ليست اوف هاي اليرت ميديكيشن. الليسته دي موجوده على الويب سايت بتاعهم، لكن كل مستشفى لازم يبقى لها الليسته بتاعتها اللي هي بتشمل الادويه اللي فعلا ريلي المستشفى بتستعملها. دي امثله للادويه اللي موجوده في ممكن بتتحط تحت اسم الهاي اليرت ميديكيشن زي الانسولين والاوبيويد والكيموثيرابيوتيك ايجنت والانتثرومبوتيك ايجنت والانتي كواجلانت والثرومبوليتيك ايجنت. وكمان الميديكيشن اللي هي نارو ثيرابيوتيك رينج ضيقه قوي. فاكرين الفيلم بتاع الدواء فيه سم قاتل؟ الراجل ساعتها غلط في حاجه بسيطه، فكان الدواء ممكن يتحول بدل ما هو دواء كحه الى دواء ممكن يقتل المريض. ونيورو ماسكولار بلوكر والابيديورال والانتراسيكر ميديكيشن. كل الادويه دي اسمها هاي اليرت ميديكيشن وبتحتاج سيف براكتس. سيف براكتس بتاع اليوتيلايزيشن اوف هاي اليرت ميديكيشن ازاي بنطبقه؟ الهوسبيتال بتحتاج انها اولا تعمل ديفلوب اتس اون ليست اوف هاي اليرت ميديكيشن بيزد على الاكتيفيتي او النشاط بتاع المستشفى. وبرده بناء على الممكن اي ايرور بيحصل اثناء السنه لما بيعملوا ريفيو اخر السنه، ايه الاخطاء اللي حصلت من ادويه، لو في دواء بيتكرر ان يحصل منه خطا بنزوده على الليسته دي. او من الحاجات اللي هي الانترناشنال جايد لاين او البيبر اللي بتنشر ان في معين خلوا بالكم يحصل منه مشكله برضه ممكن نزوده على الليسته بتاعتنا. والليسته دي لازم تبقى ابديتد اتليست انولي مره في السنه حسب السيرفيس بتاعت المستشفى زادت او قلت، في حاجات بنعملها زياده في حاجات اقل وبالتالي غيرت في الادويه اللي بتستعمل، فلازم بنابديت الليست بتاعتنا ولازم تبقى اب تو ديت بالادويه الحديثه. وبرده علشان نعمل سيف براكتس لليوتيلايزيشن بتاع الهاي اليرت ميديكيشن في حاجه اسمها بنعمل ويل ديفلوبد ريسك ريدكشن استراتيجي. ازاي بنعملها دي؟ اول حاجه بنليمت الاكسس بتاعت الهاي اليرت ميديكيشن ما تبقاش موجوده على الرف واكسسبل لاي حد ممكن يستعمل، بتبقى موجوده في دولاب مخصوص والدولاب ده بيبقى له قفل وبيبقى له مفتاح مع شخص معين، او لو بتتشال في الثلاجه برضه بتبقى ثلاجه بمفتاح وبتتقفل وبرضه بيبقى المفتاح مع شخص معين. نمرة اتنين بنستعمل الليبلينج. الليبلينج مهم جدا، يبقى مكتوب على الرف اللي فيه الأدوية دي أو على العلب أو على تخزينها إنها إن الأدوية دي هاي أليرت ميديكيشن. ممكن برضو بنستعمل أوتوماتيك ألارم أو أوتوماتيك أليرت باستعمال الأدوية دي. وبرضو بنخلي كل المعلومات الانفورميشن عن الهاي أليرت ميديكيشن تبقى افيلابل لكل الاستاف ممكن يفتحوا ويقروا عنها. قبل ما بندي هاي اليرت ميديكيشن حاجه مهمه لازم نعملها اسمها الدبل فيريفيكيشن. الدبل فيريفيكيشن ده ايه؟ ده غير البيشنت ايدنتيفيكيشن، بنحدد احنا عايزين الدواء ده لمين، وفي دبل فيريفيكيشن اتنين نيرس، في نيرس هجيب الدواء وهتقرا اسمه تقرا البريسكريبشن صح والدوز وفروت الادمنستريشن وكله، في نيرس تانيه موجوده جنبها بتكونفيرم الكلام ده، ولو في دكتور تخدير هو اللي بيدي يبقى معاه حد تاني بيكونفيرم المعلومه، لان لما حد بيكونفيرم وراه ده ممكن ساعتها بنتدارك اي خطا ممكن يحصل. وبرده في اكزامبل اوف بيست براكتس للهاي اليرت ميديكيشن الدواء اللي قلنا اللي اسمه الفينكريستين، هو كان مشكلته ان هو بيتحقن غلط انتراسي، خلاص بطلوا يعملوا له ديسبنسنج ما بقاش يبقى في سرنجات، بقوا يعملوه في ميني باج عشان يحسنوا الاخطاء او يلغوا الاخطاء اللي ممكن كانت بتحصل. ده نموذج لستة جبتها للهاي اليرت. النقطة اللي بعدها اللي اسمها بنتكلم عن ايه؟ الهوسبيتال ديفلوب اند امبلمنت ا بروسيس تو امبروف ذا سيفتي اوف لوك الايك ساوند الايك ميديكيشن. يعني ايه؟ عندنا نوعين اللي اسمهم اللوك الايك ساوند الايك ميديكيشن، يا اما اسم الدوايين بيبقى شبه بعض قوي زي الدوبامين والدوبيوتامين والافيدرين والادرينالين، الاسامي متشابهة، او اللي يكون الادوية مختلفة بس الباكينج الشركة عاملة الادوية بنفس الشكل نفس العلبة ونفس البوتل. فبالغلط بتحصل كتير ان يتاخد الدواء بالغلط. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه اللي هي الريسك مانجمنت استراتيجي عشان نقلل الميديكيشن ايرور اللي بتحصل من الميديكيشن اللي هم اساميهم شبه بعض او الباكن شبه بعض. اول حاجه بنايدنتيفاي ذا بيشنت، بنتاكد من البيشنت، قلنا زي ما قلنا في الاول اتليست تو ايدنتيفاير، وبعد كده بنراجع اللي هيدي الدواء بيراجع الميديكال بريسكريبشن من الميديكال اوردر، وبيراجع الدوز وبيراجع الروت اوف ادمنستريشن والتايم والفريكوينسي بتاعته. ولازم المستشفى بيكون عندها لسته اللي زي ما قلنا للهاي اليرت ميديكيشن ولسته تانيه برضو لللوكس الايك ساوند الايك ميديكيشن.
النقطة اللي بعد كده برضو المستشفى لازم يبقى عندها في بروسيس واستراتيجي تو مانج السيف يوز اوف كونسنتريتد كلورايد. الكونسنتريتد كلورايد لو اتاخدت بالغلط ممكن تعمل ديس، زي مين؟ زي البوتاسيوم كلورايد والبوتاسيوم فوسفيد والصوديوم كلورايد والمغنيسيوم صلفيت. ازاي بقى بنعمل ريسك ريدكشن استراتيجي للحاجات دي؟ اول حاجه بنعمل ريموف الكونسنتريتد الكلورايد من البيشنت كير اريا، ما تبقاش موجوده اكسسبل كده في بحيث ان الاماكن اللي هي فيها الادويه الثانيه بتاعه المرضى عشان ما تتاخدش بالغلط، لان دايما الغلطه بتحصل ان بيتاخد الكونسنتريتد مكان الالكترولايت العاديه، يبقى تتشال من المكان ده. والحاجه اللي بعدها الفايل بتاعت الكونسنتريتد فورم اوف الكلورايد ذات ريكواير دايليوشن before IV administration should not be available as a stock حتى ولو في العمليات أو في الأنستيزيا stock، لازم ما تبقاش موجودة في الصورة بتاعتها، لازم تبقى متخفف. وحاجة كمان في تخزينها لازم تبقى clearly labeled، تبقى مكتوب عليها عشان برضو ما حدش يجي يروح ياخد من الستور وياخدها بالغلط. concentrated chloride dilute before administration، ولازم نعملها segregation من الأذر medication ومن الأذر electrolyte. وبرضه only a qualified and trained individual هم اللي يتعاملوا معاك، مش اي حد نقول له روح هات كونسنتريت كلورايد او اي حد يتعامل معاك. الاكسبشن بتاعت الريكومنديشن دي اللي عندنا مثلا الكونسنتريت بوتاسيوم. كونسنتريت بوتاسيوم ممكن يبقى موجود لو في عمليه اوبن هارت بتشتغل، مسموح انه يبقى موجود. في برضو مثال تاني المغنيسيوم صلفيد، المغنيسيوم صلفيد ممكن مسموح ان يبقى موجود في الطوارئ او موجود في الحالات اللي هي فيها بري اكلامس، يعني في الليبر لوم او في الدليفري لوم او في الاي سي يو. وبرضو الكونسنتريتد صوديوم في الاماكن اللي هي بتعالج البيشن اللي عندهم انكريز الانتركرينيال بريشر زي الانتنسيف كير او في الامرجنسي او في الاوبريشن سيل. في استراتيجي كمان لطيفه جدا اللي هو الادمنستريشن اوف الكترولايت ريبليسمنت ثيرابي، يعني مش لازم نعتمد على الكونسنتريت الكترولايت، ممكن في ريبليسمنت ثيرابي نعتمد عليهم لعلاج الحالات بتاعت الهايبوكاليميا والهايبوناتريميا والهايبوفوسفاتيميا. كده خلصنا 3 ستاندر. الستاندر نمرة 4 انشور السيف سيرجري، احنا بنعمل عمليه وقلنا بتحصل الغلطات في العيان، كان هيتشلوا الكلى اليمين او مش هيقولوا الشمال بدلها، على الليفل في السباينال كورد عمل العمليه في الليفل الخطا، حاجات كتيره بتحصل في اخطاء داخل غرفه العمليات. ايه الستاندرد نمبر 4 بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الهوسبيتال ديفلوب اند امبلمنت ا بروسيس فور بيري اوبراتيف فيريفيكيشن اند سيرجيكال انفيزيف بروسيجر سايت ماركينج. مهم جدا السايت ماركينج بيتعمل فيريفيكيشن له، طب ايه البروسيس اللي انا اعملها عشان اتجنب انه يتعمل له عمليه في السايت الغلط، يمين بدل شمال او شمال بدل يمين. وبعد كده في مهم جدا التايم اوت والساين اوت، مهمين جدا ان احنا نعمل لهم فيريفيكيشن ويبقوا كومبليت اب تو ستوب. نيجي للسيرجيكال سيفتي اللي بنتكلم عنه ده، ابلايد لايه؟ ابلايد لكل حاجه مش مجرد العمليات الجراحيه بس، يعني السيرجيكال انفيزيف بروسيجر اوكي، كل البروسيجر اللي انفولفنج انسيجن او فيها بانكشن او البيركوتينس اسبريشن او في سيلكتد انجكشن، بناخد بايوبسي او في بيركوتينس كاردياك اند فاسكولار دايجنوستيك اور انترفنشنال بروسيجر او لابروسكوب والاندروسكوب. كل مستشفى لازم بتايدنتفاي الاماكن، يبقى عندها لستة بالعمليات اللي بتتعمل دي كلها ومحددة في المستشفى ده بيتعمل فين وفين وفين وفين، علشان ناخد الميجر بتاعت السيفتي في كل الاماكن دي مش في اوضه العمليات بس. ايه انواع البريفنتبل ايرور اللي ممكن بتحصل في العمليات؟ رونج سايت ورونج بروسيجر ورونج بيشنت سيرجن. ايه اسباب الايرور اللي بتحصل؟ ان افكتيف كوميونيكيشن بين التيم اللي بيشتغلوا في العمليات، في واحد ما قالش للتاني معلومه صح، ما فيش تواصل بينهم، واحد عمل الماركينج والتاني بيعمل العمليه، واحد عنده معلومه ان في حاجه ناقصه وما قالهاش، يعني الان افكتيف كوميونيكيشن اللي اتكلمنا عنه في الاول بيؤدي الى كوارث حتى في غرفه العمليه. ولاك اوف بروسيس ماركينج، المفروض ان الماركينج سايت بتاع العمليه ليها بروسيس معينه، البروسيس دي ما اتعملتش بالشكل المظبوط. ولاك اوف بيشنت انفولفمنت، برضو المريض لما يكون لسه ما تخدرش وفايق
هيساعد برضه في عمليه السايت ماركت. وان ادوكيشن اسيسمنت ممكن بعض المريض لما بيدخل العمليه يكتشفوا انه انيميك مش هينفع يعمل العمليه دلوقتي، او الاي سي جي بتاعه مش مظبوط، او كان محتاج نقل دم والدم مش جاهز. الحاجات دي كلها بتبقى ان ادوكيت بيشنت اسيسمنت قبل العمليه، لازم تبقى كامله وكل حاجه موجوده عندنا. ان ادوكيت ميديكال ريكورد ريفيو، لو الميديكال ريكورد ما اتقرتش حلو، او الميديكال ريكورد مكتوبه زي بيقولوا نبش فراخ، الخط مش واضح، فبرضه ممكن بتعمل مشكله. مهم جدا كالتشر ذات داز نوت سبورت اوبن كوميونيكيشن، في حد في العمليات شايف ان في مشكله او حاسس ان في حاجه بس مكسوف يتكلم او خايف يتكلم عشان الجراح بيزعق، فبرضه الكالتشر لازم يبقى فيه سيفتي كالتشر، ان واحد ممكن لو في عنده اي شك او عايز يقول حاجه يبقى عارف انه لو اتكلم ما حدش هيعمل له مشكله. يعني هي الاسينشال اليمنت بتاعت اليونيفرسال بروتوكول للسيف سيرجي. الاسينشال اليمنت دي عباره عن تقسم بري اوبراتيف وبوست اوبراتيف. بري اوبراتيف عندنا البري اوبراتيف فيريفيكيشن بروسيس والسايت ماركينج والتايم اوت، والبوست اوبراتيف اللي هي الساين اوت. اول حاجه هنيجي على البري اوبراتيف فيريفيكيشن بيفور، ده بيتعمل قبل العيان ما يدخل العمليات، مش هنستنى الوقت بتاع التايم اوت علشان نعمل فيريفيكيشن. بنفيريفاي اول حاجه بنفيريفاي البيشنت، احنا لو قبل العمليات دايما بنسال العيان وبنتاكد وبنشوف الريست باند اللي موجود عليه وبنساله ونفحص الفايل بتاعه، ما يكونش العيان بالغلط حدث بيدخلوا العيان اوتومات وحاطين على السرير او جنبه فيه فايل ما يكونش الفايل ده مش بتاعه، فلازم نتاكد ونتكلم مع العيان ونشوف الريست باند نتاكد ان العيان ده اسمه كذا، نتاكد البروسيجر اللي مطلوبه له، ونتاكد السايت اللي هيتعمل فيه العمليه. وبعد كده بننشور ذات كل الريفلنت دوكيمنت المطلوبه، يعني العيان اللي هو تحاليله تكون موجوده معانا، في صور اشعه، في اي حاجات او في اي علاج، في ادويه مطلوبه، في دم، كل حاجه تكون موجوده، في اكويبمنت هنحتاجه اثناء العمليه، ننشور ان كل حاجه موجوده معانا وجاهزه قبل ما ندخل العمليه. والسيرجيكال كونسنت اللي بيمضيه المريض ممكن بيتاخد من قبل، ممكن حتى في مكتب الجراح. طيب نيجي بعد كده الماركينج سايد اللي بيقول لك كان داخل يشيل رجله اليمين وشالوا له رجل الشمال بقى، ده حصل ايه؟ لان الماركينج ما اتعملش في بالطريقه الصحيحه. مين اللي لازم يعمل؟ اللي لازم يعمل الطبيب اونلي اللي هيشتغل، ما ينفعش المساعد هو اللي هيعمل، اللي هيمد ايده هيفتح هو اللي هيعمل السايد. ولو كان في واحد بيتدرب تحت التدريب وهو اللي هيعمل العمليه يبقى هو اللي يعمل السايد ماركينج، يبقى السايد ماركينج ما يعملهوش الا اللي هيعمل العمليه بنفسه. دي حاجه. امتى بيتعمل؟ بيتعمل اي وقت قبل السيرجري اصلا، جهاز البيشن لسه اكتفلي انفولد، يعني العيان دخل العمليات او ولسه صاحي، لسه ما تخدرش، وبيساعدنا ان العيان يكون صاحي. لو احنا هنشتغل في حته غلط هو العيان ممكن حتى هينبهنا، وساعتها تبقى نير مس، لحقنا قبل ما تحصل المشكله. سام تايم الميشن ممكن يبقى خلاص ما هوش انفولد في عمليه السايتما. النقطة اللي بعدها نيجي التايم اوت. التايم اوت ده بيتعمل immediately جوه اوضه العمليات قبل العمليه ما تبتدي مباشره، ولازم كل التيم يبقى موجود ومركز وسامع. اثناء التايم اوت الكل بيوافق على ان الكوركت بيشن. التايم اوت ده لو بيتعمل صح هيمنع كوارث كتير. الكوركت بيشن بنتاكد والكل يقول، لو حد شاكك او عنده ولو شك 1% يقول انا شاكك، يروح ويتاكد تاني عشان نتاكد ان ده الكوركت بيشن اللي معانا. كوركت بروسيجر ده هيتعمل له ايه؟ والكوركت سيرجيكال انفيزيف، كوركت سيرجيكال انفيزيف بروسيجر سايت هتتعمل هي يمين ولا شمال. ليه الكلام ده؟ التايم اوت بيدي فرصه للان انسرد كويشن او اي كونفيوجن او اي حد شاكك في حاجه انه ممكن يتكلم وهنحلها في وقتها. بيتعمل فين؟ بيتعمل ات لوكيشن اللي بيتعمل فيه العمليه. مهم جدا الكلام. When the time out is completed, no one from the team leaves the room. محدش يطلع، لازم كله يبقى موجود بعد ما بيخلصوا التايم اوت، وبيعمل دوكيومنتيشن بالوقت وبالساعه انه خلص وكان مكوناته كذا وكذا وكذا وكان الحضور كذا وكذا وكذا والساعه كام. طيب دي بقى للساين اوت بتتعمل امتى؟ بتتعمل immediately بعد العمليه ما تخلص على طول. ليه؟ لان ممكن يكون نسين زي ما قلنا في فوطه في بطن العيان، يبقى بتتعمل immediately في ساعتها واحنا لسه جوه العمليه. بتتعمل فين؟ وقلنا الوقت بتاعه بعد ما خلص العمليه بيعمل في نفس المكان اللي اتعملت فيه العمليه. الكومبوننت بتاعت الساين اوت
فيربالي كونفيرمد بالممبر بتاع العمليات واللي موجودين وبالذات التمريض. بنقول النيم بتاعت السيرجيكال انفيزيف بروسيدور، اسم العمليه ذات ووز ريكوردد اور ريتن. بنعمل كومبليشن للانسترومنت، بنعد الالات وبنعد الفوط وبنعد النيدل وكل حاجه استعملت، بنتاكد انها موجوده عشان ما يتنساش حاجه جوه العيان. وبنعمل لو كان المريض اتاخد منه عينه دم او اتاخد بايوبسي او اتاخد اسبريشن لاي حاجه، بنعمل ليبلنج للسبيسمن في نفس الوقت قبل العيان ما يطلع. حصلت عندنا كان مريض دخل ودخل بعديه مريض وخدوا من ده بايوبسي وده بايوبسي واتلخبطوا، البايوبسي دي بتاعت مين ودي بتاعت مين. يبقى قبل العيان ما يطلع بنعمل ليبلنج للسبيسمن بتاعته وهو لسه موجود معاه. واي حصل equipment problem ممكن تبقى بيه documented لو كان حصل حاجه زي كده. ده خلصنا السيف سيرجري وعرفنا ازاي نعمل جراحه امنه للمريض الصح وفي المكان الصح وفي الناحيه الصح. الستاندرد نمره 5، ازاي نقلل الريسك اوف هيلث كير اسوسييتد انفكشن. بيقول لك الهوسبيتال لازم تبقى ادابت اند امبلمنت ايفيدنس بيست هاند هايجين جايد لاين علشان نقلل الريسك اوف هيلث كير اسوسييتد انفكشن. وبرده الهوسبيتال ليدر بيدنتيفاي الكير بروسيس that need improvement and adapt and implement evidence-based intervention to improve the patient outcome and reduce the risk of hospital-acquired infection. الكلام ده ازاي؟ الانفكشن كنترول كلامه كتير قوي وليه شابتر كبير قوي، فانا قايلها باختصار شديد جدا. جوه المستشفى في جراثيم، في بكتيريا، في فيروس، في فانجس، في كل حاجه، وموجودة على الأسطح، موجودة مع على إيد الناس المرضى أو العاملين في المستشفى نفسهم. الهاند هيجين ده أهم وأسهل وأنجح حاجة عشان نقلل الهيلث كير أسوشيتد إنفكشن. إمبلمنتيشن أوف هاند هيجين بروجرام واستراتيجي جوه المستشفى، كل بيغسل إيديه قبل أي حاجة وبعد كل حاجة هيشيل جزء كبير قوي، ممكن نمنع 70% من الهوسبيتال أكوايرد إنفكشن. الهاند هيجين بيشمل ايه؟ لازم يبقى في كل مستشفى عندها هاند هيجين بروجرام. لما بيجي حد بيعمل اوديت اول حاجه بيقولها للمستشفى وروني الهاند هيجين بروجرام بتاعك. بيبقى عندنا فيه بوليسي بتشمل بقى حاجات كتيره، بيبقى عندنا فيه هاند هيجين بوستر موجوده في كل حته بيتعمل فيها الهاند هيجين. بيبقى عندنا الهاند هيجين فاسيلتي، يعني عندنا فيه احواض وفي ميه وفي صابون ومتعلق جنبها البوستر بتاع الهاند ووش، وفي عندنا الكحول ومتعلق جنبها البوستر بتاع الالكحول هاند راب. وبيبقى فيه كونتينوس ليرنينج وتريننج وإديوكيشن لكل الاستاف بتوع المستشفى على البروبر هاند هيجين، وبيحصل اوديت ليهم. بيبقى فيه حد سري مش معروف بيلاحظ وبيكتب اخر الشهر وبيدي تقرير لمدير مكافحه العدوى الكومبلاينس بتاع الديبارتمنت ده، والكومبلاينس بتاع كل واحد في المستشفى كام في الميه عنده كومبلاينس للهاند هايجين. هنا دي النموذج للبوستر بتاعت الهاند هايجين. هنا ده الفايف مومنت بتاعت الهاند هايجين برضو اللي هو بنعمله امتى؟ قبل ما نلمس العيان وبعد ما نلمس العيان، وقبل ما نعمل له اي بروسيجر وبعد ما نعمل له اي بروسيجر، وبعد ما نمسك اي حاجه جوه اوضه العيان. حتى لو داخلين اوضه العيان نقول له صباح الخير ونمشي، بنغسل ايدينا بعد قبل ما نطلع من الاوضه، اول ما نطلع من الاوضه مباشره. تاني نقطه مهمه جدا، في بروسس كتيره بتتعمل في المستشفى بتبقى ريليتد للهوسبيتال اكواير انفكشن. زي ايه؟ عيان دخل وتركب له يورينري تراكت كاستر. اليورينري تراكت كاستر ممكن يحصل لها كومبليكيشن يجي له UTI. ممكن العيان متركب له فنتليتر، الفنتليتر ممكن يجيب له نمونيا بعدها. ممكن العيان عنده سنترال لاين ممكن يجي له سيبسز منه. ممكن العيان عمل جراحه فالجراحه جاله مكان الجراحه سيرجيكال سايد انفكشن وحاجات تانيه حسب النشاط بتاع المستشفى. لما بنخلي بالنا ان الحاجات دي كلها نقلل الانفكشن فيها على الاقل في 70% ريدكشن من الانفكشن ريت هيحصل. فقالوا ايه الحل بتاعها ده؟ ففي 2001 الانستيتيوت اوف هيلث كير امبروفمنت عملوا كرييت اباندل. الباندل دي عباره عن حزمه من الاجراءات، يعني مجموعه حاجات لما بنعملها كلها مع بعضها بتقلل الريت بتاع الانفكشن. يعني في كير باندل للكاسيتر اسوسييتد يورينري تراكت انفكشن، في كير باندل للسيرجيكال سايد انفكشن، وفي كير باندل للفنتليتور. انا هديكم هنا مثال واحد بس السيرجيكال سايد انفكشن، مفيش مجال نتكلم عن الانفكشن كنترول النهارده. السيرجيكال سايد انفكشن كير باندل بنعمل ايه؟ بتشمل اول حاجه الانتي بايوتيك بروفلاكسيس، لازم نتاكد عشان العيان ما يجيلوش
عدوى مستشفيات اللي هو يجي له انفكشن مكان الجرح بيبقى بياخد انتيبيوتيك بروفيلاكسيس. في المستشفى جايد لاين للانتيبيوتيك بروفيلاكسيس، ومعروف ايه اللي بيتاخد وايه على حسب نوع العمليه. لازم بتتاخد على وزن ساعه، وزن ساعه من الانسيجن، علشان الليفل بتاع الانتيبيوتيك يعلى. يوم ساعه الجراح بيجي يعمل انسيجن، انتيبيوتيك ليفل يبقى عالي، يقوم نقلل الاحتمالات اللي ممكن يحصل عليها. ما عدا الفانكومايسين والفلوروكوينيكولون بتتاخد في خلال ساعتين. وايه كمان؟ بيبقى عارفين ايه الانتيسيبتيك اللي بنستعمله، نستعمل انتيسيبتيك محترم زي الكلورهيسيدين او زي الالكحول او زي البيتادين، ما نستعملش حاجه مش هتعمل تعقيم كفايه. ولو كان المريض عنده كولونايزيشن بمالتي دراج ريزيستنت بكتيريا زي الام ار اس اي، بنعمل له دي كولونايزيشن قبل العمليه. والهير ريموفر، الميثود بتاعت الهير ريموفر لو كان ده مكان العمليه، لازم بنستعمل الكليبر وما نستعملش الرازر اللي هي الشفرات اللي هي بتجرح في الجلد. ده بري اوبرتيف عشان امنع ان يجيني سيرجيكال سايد انفكشن. طيب انترا اوبرتيف بنعمل ايه؟ بنبنتين النورموثيرميا بتاعت العين، ان ده بيساعد على الهيلينج، وبنتين بنبنتين برضو الجلايسيم البلاد شوجر بتاعه، يبقى عندنا فيه جلايسيم كنترول. وطول العمليه من اولها لاخرها يبقى فيه استرايل تكنيك والوند كير ابروبريت تكنيك فور كلوجر للوند. وبوست اوبرتيف بنعمل ايه؟ عارفين البوست اوبراتيف انتيبيوتيك بيبقى تايملي ديسكونتينويد في خلال 24 ساعه، وفي الوند كير بتاع بوست اوبراتيف انكلود اليوز اوف ستيرايل دريسنج اند مونيتور الساين بتاعت اي انفكشن او انفلاميشن تحصل، وايرلي موبيلايزيشن للبيشنت عشان يتحرك ويخرج من المستشفى ونقلل فرصه تعرضه لعدوى المستشفى. يبقى عندنا برضو كمان انفيرمنتال كنترول، يعني الاوبريشن سياتر يبقى نظيفه زي الفل ومتعقم كله تمام، وبرضو الاير فلو يبقى عندي عليه كنترول عشان الاير ما يبقاش بينقل انفكشن وعدوى اثناء ما بطن العيان مفتوحه وفي سيرجري. مهم جدا برضو الاديوكيشن والتريننج للاستاف على ازاي يمبلمنت الكير باندل بتاعت السيرجيكال سايد انفكشن، وازاي يعملوا هاند هايجين، وكل الستبس اللي انا قلتها ديت. وبرضو البيشن اديوكيشن مهم جدا، ازاي يهتم بنظافته الشخصيه، وازاي يهتم بالهاند هايجين، وازاي يخلي باله من الجرح بتاعه. السيرجيكال سايد انفكشن باندل، الامبلمنتيشن بتاع الباندل دي كلها بيحتاج، انا قلت لازم كلها تتعامل مع بعضها مش حاجه واحده منها، وده بيحتاج كولابوريشن بكل الناس، الجراح والتمريض والاناستيزيولوجيست والانفكشن كنترول بروفيشنال. ولازم بيتعمل ريجولار اوديت، يعني بيبقى كل مستشفى المفروض ان مكافحه العدوى المسؤول بيعمل شهريا كم سيرجيكال سايد انفكشن حصل ونسبتهم وكم عمليه اتعملت، ويعمل ريت يشوف النسبه بتاعت عدوى المستشفيات من السيرجيكال سايد انفكشن حصلت قد ايه. ولو وكل سنه بنحاول نقللها عن السنه اللي قبلها بالميجر اللي هي بتتاخد اللي قلنا عليها اللي هي البند. اخر حاجه اللي هي ريديوس ذا ريسك اوف فول، العيان في المستشفى معرض ممكن يقع، ممكن يبقى داخل عشان يظبط ضغطه يقع تكسر دماغه او يكسر رجله او اي حاجه. طب فبيقول لك الستاندرد ده، بيقول لك الهوسبيتال ديفلوب اند امبلمنت ا بروسيس تو ريديوس ذا ريسك اوف بيشنت فول، وبرضه في الان بيشنت وفي الاوت بيشنت. نعمل ايه؟ اول حاجه ميني انجري ممكن هتحصل، قلنا في الان بيشنت او الاوت بيشنت في اي مكان في المستشفى ممكن، بسبب ايه؟ ممكن مشكله في العيان نفسه، عنده في موبيليتي بروبلم، العيان نفسه مش بيعرف يمشي كويس، او في عنده مشاكل في الميدل اير، يعني في عنده عدم اتزان، او ممكن المكان يعني في مكان ضلمه او في سلمه مكسوره او الارض مزحلقه فممكن يقع، او اللوكيشن يعني مثلا الترابيزه بتاعت الاشعه ضيقه والمريض وهو نايم عليها وقع. ففي حاجات كتيرة كل دي بتشكل ريسك ان العيان ممكن يقع. طب هنعمل ايه؟ الفور ريسك اسسمنت تول، بنعمل ريسك اسسمنت للمرضى عندنا في المستشفى. الفور ريسك اسسمنت بيبقى في شكل ممكن مثلا اسئلة بسيطة قوي بتتسأل للمريض بيجاوب بيس او نو، يعني بنقول له do you feel unsteady when standing or walking، او do you worry about falling، have you fallen in the past year، أسئلة بسيطة بنعرف المريض ده عنده ريسك إنه يقع أو لا. البيشنت at high risk of fall بنعمل لهم إيه؟ اللي هم مين بقى؟ كل البيشنت في الفيزيكال ثيرابي أوت بيشنت، عيادة العلاج الطبيعي بيبقى فيها ماشين وفيها حاجات ممكن المريض يقع، فكل البيشنت اللي فيها بعتبرهم at risk إنه ممكن يقع، فلازم نعمل استراتيجي إنها تمنع الناس دي إنها تقع. البيشنت سكيدول انه يتعمل له عمليه
في الاوت بيشن، بس هيبقى فيها شويه سيديشن، يعني ممكن يبقى دايخ، يبقى ده برضو الريسك بتاعه انه يقع عالي برضو. كل البيشن ارايفنج جايين من اللون، جايين بعربيه الاسعاف من لونج تيرم كير فاسيلتي عشان يعمل حاجه في الاوت بيشن. برضو البيشن اللي عنده جيت بروبلم او اللي عنده فيجوال امبيرمنت، والاطفال اللي هم دون سنتين، لازم يبقى في انترفينشن بيتعمل وبيتكتب في الفايل بتاع العيان ان العيان ده عنده ريسك للفول، وايه اللي بيتعمل عشان نمنع الريسك بتاع الفول ده. طيب الهوسبيتال لازم يبقى مطلوب منها ايه؟ الهوسبيتال بتيفالويت البيشنت فور ريسك. بعد عملنا ايفالويشن بنعمل ايه؟ بنعمل اكشن، اكشن عشان نقلل ان هو يقع، وبنعمل اكشن عشان نقلل الهرم او الانجن ممكن يحصل له لو لا قدر الله وقع. والمستشفى لازم تعمل استابليش الفور ريسك ريدكشن بروجرام يكون موجود عندها، وبيشمل ايه؟ الريسك اسيسمنت تول. هل انتوا بيتسالوا انتوا بتعملوا، هل انتوا عندكم فول ريسك اسيسمنت وبتعملوه ازاي؟ وبنعمل بيريودك ري اسيسمنت لناس معينين، يعني مش بني ادم دخل المستشفى وما عندوش اي فول ريسك، بس بعد لما قعد في المستشفى حصل له مضاعفات او حصل له حاجه فحالته اتغيرت، فلازم نعمل بيريودك ري اسيسمنت للفول. وبرضه بنعمل بيريودك ري اسيسمنت للانفايرمنت بتاع المستشفى، اللي بيبقى المسؤول عن الكلام ده بيريودك سيفت تور، بيلف في المستشفى في اي مكان ضلمه، مكان فيه الارض مش مظبوطه، مكان فيه سلمه مكسوره، كل الكلام ده بيتظبط جوه المستشفى عشان ما يبقاش فيه اي ريسك ان حد يتعبل ويقع. ولازم بتاخد المستشفى ميجر وانترفينشن علشان الكلام ده، ولازم كل ده يتطبق، يعني مش مجرد بس قرارات بدون تطبيق، كل ده لازم يبقى امبلمنت. ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل في الانفايرمنت عشان تقلل الفول ريسك ريدكشن؟ الارض انها ما تكونش بتزحلق، يبقى الممرات الاضاءه فيها كويسه جدا، ويبقى الباسوي ما فيهوش اي حاجه معيقه اللي ممكن الواحد يتكعبل فيها. برضه ممكن في الحمامات يبقى في حاجات زي سبورت كده، لو حد في الحمام ممكن يتسند عليها، او يبقى في الارم اللي هو لو العيان وقع او اغمى عليه في الحمام او حاسس انه ضايق ممكن بيدوس عليه التمريض بيلحق. ممكن في موبيليتي اسيستنت، بيبقى العيان ممكن لو هو معرض للفورسك بنديله حاجه يسند عليها زي العكاز كده، او بنحرك العيان بويل تشير. مهم جدا الاديوكيشن والكوميونيكيشن مع البيشنت والفاميلي، اللي هو لازم يحس ان هو اللي مسؤول عن نفسه ويخلي باله من نفسه وما يعملش الحاجات اللي هي تعرضه لفور ريسك. لما بيبقى حس بالمسؤوليه هو هيدي للموضوع اهميه علشان ما يقعش. بيحصل كتير قوي موضوع الفور ريسك ده بالذات في كبار السن. اخر حاجه البيشنت سيفتي والكواليتي بتاعت الكير زي ريسيف ماست بي ات ذا هارت اوف ايفري ون هو ورك ان هيلث كير سيكتور، everything else ماست بي secondary. ده الريفرنس بتاعي كان الشابتر بتاع الجي سي اي او 7 اديشن، وشكرا لك.